بسم الله. دلوقتي نشوف لو احنا عايزين نرسم اي شخصية تانية غير القطة ديت. ممكن اجي هنا وابدأ ارسم اي شكل، اقولكم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام؟ اقول له انا عايز ارسم حاجة كده، وابدأ ارسم مثلا عينين، واقول له انا عايز ارسم حلقة، حاجة سريعة بس كده. ممكن اقول له اوكي بالشكل الموجود معايا هنا. طيب لو انا عايز ارسم شخصية تانية، ممكن اجي هنا كاستم وارسم كذا شخصية تانية. اقول له ايه، انا عايز اعمل كوبي، واقول له دي مثلا عايز اخليها مثلا تضحك، عايز اعمل لها شعر مثلا. يبقى انا عندي كده ايه، شخصيتين موجودين في قلب البرنامج، بحيث ابدا اغير بينهم. يعني مثلا ممكن اعمل القطة دي مثلا كذا شخصية، مرة بتجري يمين، مرة واقفة، مرة نايمة كده، كأن انا لقطت لها كذا صورة، تمام؟ وممكن اجي هنا القطة ديت انقلها، السكريبت هنا، اقول له انا عايز مثلا كنترول، لما انا ادوس بزرار دوت اعمل لي ايه، اعمل لي ممكن اقول له اتحرك مثلا، او ذا ايدج نغير في الشكل، نيكست كاستمر مثلا، تمام بالشكل دوت. انا حطيته عند القطة. طيب لو انا عايز احطه عند الشخص دوت، ممكن اجي هنا واقول له اعمل لي منها دوبليكيت، وروح راميها عند الشخص ده، تمام؟ يعني لو انا عايز انقل شفرة من شخصية لشخصية، فباجي عند الشخصية اللي فيها شفرة واقول له دوبليكيت كوبي، والشكل دوت اسحبه وارميه في الشخص التاني. طيب اجي دلوقتي اقول له غير. دي طريقة سهلة ان انا ابدا احط كذا شخصية وابدا اتحكم فيهم. ممكن اقول له برضو اعمل لي حاجة تانية، اقول له وانت بتغير عايزين نعمل مثلا ايه فور ايفر، اقول له اتحرك مثلا 10 خطوات، وبعد كده اتحرك تاني ارجعهم -10، واعمل اديني صوت، اختار له الصوت اللي انا عايزه، ماشي؟ ما فيش صوت موجود هنا، اقدر اسجل الصوت اللي انا عايزه، تمام؟ الو 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 الو، تمام خلاص، الو 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 الو، تمام. انا مجرد بس يعني شرح الفكرة لا اكثر ولا اقل، يعني تمام، مش هنسجل شريط اغاني وصح ده حنبول الحاجات ديت، لا مجرد بس مثال للحاجة لا اكثر ولا اقل، تمام. ممكن نتحكم في الصوت، ممكن نقفل الصوت زي ما احنا عايزين. ممكن اقول له انا عايز الشكل ده مثلا يلف شوية، اجي من هنا الفه زي ما انا عايز اهوت، تمام. ممكن اكبر، ممكن اصغر زي ما انا عايز. ممكن اقول له لا، ما دونت روتيت، ما تلفليش الشكل خالص. فكل دي امكانيات في البرنامج ببدأ استخدمها بحيث ان انا اعمل البرنامج اللي انا عايزه. طيب هنا انا ما قلتلوش الاداه اللي تشتغل ايه، هقول له لما اضغط لك السهم دوت تبدا يعمل فور ايفر الشكل ده، بيبدا يتنقل زي ما احنا شايفين، بتعمل له موف، تمام. طيب ممكن اقول له ده موف بدل ما كده، هقول له مثلا 10، تمام. هقول له ستوب عشان نبدا، تمام. انا عايزه اول ما يوصل يرجع تاني، هقول له ايه، اول ما توصل هنا ارجع تاني. من موشن هقول له اف اون ايدج بونت، بحيث ايه اول ما يوصل لهنا يرجع تاني، واقول له انت بتتحرك اعمل لي لف لي بزاويه 15. يبقى كده يتحرك 10 خطوات يلف 15، شغل صوت يتحرك 10 خطوات، لو وصل للايدج هنا يروح رجع تاني.
تعال نشوف هيبقى عامل ازاي. تمام. ممكن نبقى نعمل بعد كده ان هو اول ما ياخد في القطه دي مثلا يعمل شله معينه يدينا درجه، فدي فكره ان انت تعمل لعبه تكون سهله وبسيطه. تمام. عندك مكتبه من الاشكال، تمام، ممكن تختار اي شكل انت عايزه، مثلا عايز اشخاص بيبول بالشكل دوت، اهو في بيبي اهوت امور، تقدر تتحكم في حجمه، اكيد طبعا هتصغره شوية تخليه يلعب مع القطة ديت. تمام. لازم انت هتلاقي البرنامج ممتع وتبدأ تشتغل بيه وهتستمتع بيه ان شاء الله، ومن خلاله تبدأ تعمل ألعاب وتنطلق لبقية البرامج. أخوكم عمر.